في السنوات الأخيرة شهدت الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، ما أثار تساؤلات حول مدى تأقلم الناس مع هذا الواقع الجديد. وهل أصبح ارتفاع الأسعار أمرا معتادا، أم أن الناس ما زالوا يعانون من تداعياته على حياتهم اليومية؟ يعني فعليا هي الإشي أول مرة بتستغربه، ثاني مرة بتستغربه، وبعدين أنت بتصير تتطلع إنه إيه زمان ما رفعوا أسعار، فأنت عارف إحنا تعودنا، يعني إذا ما في رفعة أسعار من فترة لفترة بتلاقي المواطن الأردني أصلا هو نفسه مستغرب. ورغم أن الارتفاع في الأسعار أصبح أمرا مألوفا، إلا أن المواطن الأردني لم يفقد الأمل في تحسن الأوضاع سواء بانخفاض الأسعار أو تحسين مستويات الدخل. الوضع مكركب، فبتلاقيه حتى لو صار أي إشي ساكت، بالرغم من كتير الأحداث والأشياء اللي بتصير، بس بقول لك مش مشكلة رفعت سعر بس لا سمح الله ما يخرب بلد، أو رفعت سعر بس أنا ابني ما يتأذى، أو يرتفع سعر بس بالآخر هيني أنا بأمان ماكل وشارب تحت سقف بيتي. فبتصير أنت بتشتغل مش بس على الجانب الاقتصادي، إحنا شعب كتير عاطفي، فإحنا جزء من اللي بيصير هو الجانب اللي أنا والله مو بفكر والله بس مثلا إنه ارتفع السعر فبناخدها نكتة وهيك، هذا رح يأثر على كتير شغلات في البلد. فآه رح يرتفع السعر مرة ومرتين وثلاثة، بس بالمقابل بقول لك أنا ابني متغطي جنبي ونايم ودفيان بكفيني، يعني عرفت؟ فهذا ما بحكي إنه إشي صح رفعت الأسعار، لكن هو عالميا الوضع على الكل، يعني لو بطلع على أوروبا مثلا كتير دول بأوروبا فيها رفعت أسعار وفيها أشياء، بس أنت بتصير إشي فيرسس إشي. إنه النفط بينزل عالميا سعر البرميل عندنا بيرتفع، وإذا ارتفع بيرتفع قروش، وإذا نزل بينزل فلسات بسيطة. ولذلك يعني كان في اعتراضات من قبل وكذا، وأكثر من مرة صارت اعتراضات على الموضوع، لكن يعني ما في أذن تسمع ولا أذن صاغية لهذا الموضوع. نفس الشيء للأسف هي الحكومة من جانب والمواطن والتجار من جانب آخر. يعني التجار مثلا بيكون عنده مخزون مضبوط بنبسط لما ترتفع الأسعار لأنه ماخذها بسعر أقل، فبتلاقي. ونفس الشيء للبضائع الأخرى، عرفت كيف؟ وبعضهم للأسف بعض التجار حتى بيعمل احتكار للبضاعة، بيكون مترقب إنه ممكن في ارتفاع للأسعار بيحتكرها، خاصة اللي فيش عليها إكسبايري ولا غيره، فبتلاقي بهذا الطريقة. فالناس صراحة صارهم نوع من الإحباط واليأس، فيك خلص بقول لك شو بدي أسوي، يعني بدل ما أشتري ثلاث دجاجات بشتري دجاجتين، بسلك حالي بجاجة وبتمشي أموري، فصارت على حساب قوتهم وعلى حساب الانبساط تبعهم والراحة اللي موجودة في بيوتهم. بقول لك خلص شو بدي أعمل، يعني أنت لو اعترضت هاي اللي اعترضوا، وصار عنده خلص لما نشوف منظر الاعتراضات وكذا ومفيش حدا برد، فأدمنوا على هذا الحكي وللأسف. حرب في كل مكان، فصار يعني الواحد خايف اصلا يخسر الاشياء الموجوده، فصار اي شيء جديد يتقبله. وغير هيك انه من فتره ما شفنا شيء عماله بتغير للاحسن، فبطل عنا امل انه الاشياء تتحسن يعني، او الامور انها تصير وضعها احسن على مستوى العالم. يعني الاحداث اللي عم تدور في العالم عم تعمل رد فعل عكسي على كل الاقتصاد العالمي بشكل عام، واحنا من ضمن هذا من ضمن هاي يعني هاي الكرة الأرضية، فيعني نتأمل من ربنا سبحانه وتعالى انه تتحسن الظروف. يعني خلاص ظروفهم صعبة، ظروف ما بس بيستنوا دائما الفرج والله بيفرجها، يعني هاي احسن كلمة بنقولها، انه ثقتهم بالله عالية وهالبلد الله حاميها ورازقها. فهو عم نفرق بين الجهتين، بين غراء الأسعار اللي بيجيك من خارج غالي عليك بسبب التكلفة والشحن والأمور هاي، وفي شيء من 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 الربح الكثير للتجار. جرت العادة هيك عادي إني ظل ساكت بس. صراحة يعني المواطن الأردني يعني شو الرواتب اللي 400 دينار، يعني ماذا سوف تفعل يعني كمواطن ولديه عائلة ولديه ولا آخره، فلم يعتاد المواطن الأردني وأن سوف يكون هناك يوما المواطن الأردني ينفجر انفجارا هائل من هذه الأسعار الغالية. يبقى السؤال الأهم، هل سيستمر الناس في التكيف مع ارتفاع الأسعار، أم ستتخذ الحكومات والمجتمعات إجراءات أكثر فاعلية لتحقيق استقرار اقتصادي يخفف من معاناتهم؟ راشد المعيطة، الحقيقة الدولية.